التي كانت تنير منطقة المجاهر بولاية مستغانم ترحل وإلى الأبد. العلامة الشيخ الحاج محمد قبورة في ذمة الله. العالم الفقيه والإمام الشيخ سي محمد قابورة من مواليد سنة 1950 ببوغيرات، بدأ حياته التعليمية بزاوية الشيخ بنتكوك السلوسية، بحيث كان تلميذ العالم الرباني والقطب سيدي محمد بنتكوك والمعروف بسيدي محمد العالم المتوفي سنة 1979 بالعرار جنوب ولاية مستغانم. ثم الشيخ أحمد عتبة ابن العلامة الشيخ عتبة الجيلاني بن عبد الحكم العطافي الذي لازمه لمدة 3 سنوات بمدينة مستغانم، وأخذ منه الإجازة العلمية، ومن الشيخ أحمد حماني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عمل الفقيد الشيخ سي محمد قابورة إماما بمسجد سيدي الشارف ببوغيرات قبل أن يتحول سنة 1989 لمسجد الشيخ محمد بن علي السنوسي ببوغيرات مركز، حتى مرحلة التقاعد، كما درس وكون العديد من الأئمة وطلبة العلم في عدة علوم كالفقه والأصول
والمنطق والنحو إلى آخر يوم من حياته، وقد تخرج المئات على يده عبر ولايات الغرب الجزائري وحتى من باقي ولايات الوطن الحبيب. عرف الفقيد بعصاميته وبحبه للعلم والخطابة وبملكة الحفظ التي حباه الله بها، فقد كان مكتبة متنقلة تجد بين دفاترها العديد من الكتب الفقه والأصول على غرار مختصر خليل وحاشية الدسوقي وجمع الجوامع للسيوطي والصحاح كالبخاري والترمذي ومختلف المنظومات العلمية كالألفية والأجرمية التي كان يحفظها عن ظهر قلب. رحمك الله يا فقيد الأمة، إنا لله وإنا إليه راجعون.